كيحس بالمساعدة من طرف شي كيقول لك انا حكر عندي الزهر، انا مثلا مشيت واحد الادارة وتقضى لي الامور بالزربة وما فهمتش انا كيفاش هادشي راه كيوقعوا هاد الحالات. المغربية بحال زعما عنده القبول، بحال عنده القبول. لا راه كاين سيدي جن في الخفاء كيساعدك. انا اضطريت انني ما نظهرش بوجه مكشوف، وعرفتي وما كارهاش انني نبان للعالم. فهمتي؟ وانا كنقولها وكنعاودها وكنعاود نتحدى العالم، كنقول لكم ان الجن تبناني، اللي جاتو غريبه ما كيهمنيش. كيف ما قلت لك بديش كنشوف هادو اللي كيقولوا عليهم جنون وغير موجودين هما اللي يساعدون. شوفي انا كنقول لك الراقي المتمكن اللي حامل كتاب الله سبحانه وتعالى ما كيظهرش. دابا باش خليني انا في بلاصه المشاهد، هذاك غيقول لك يداويه بالقران، انت باش كداويه؟ انا معالجه روحانيه، انا والزوج ديالي معالجين روحانيين لا غير. دابا نتوما كتعالجوا السحر او الجن بجن اخر، بحال دابا مثلا الى على حسب ما فهمت هذا الانسان فيه واحد الجني اكس، انت عندك جن ربما اكغيك اقوى منه كتصيفطيه. فوالا هادشي يعني تقريبا هادشي كاين. هذا مكان مشاهدين كرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم كنتواجدوا بمدينة الدار البيضاء، بالضبط بسباتة قرب حمام الفن، وبالضبط بالزاوية ديال الشيخة سلطانة وزوجها. الشيخة سلطانة المثيرة للجدل اللي خرجت في فيديوهات مؤخرا كانت كتحدى فيها روقات وتدعي أنها كتقدر تعالج الناس من السحر ومن بزاف الحوايج والأمراض أخرى. ياك اختي سلطان، هادشي اللي كاين. السلام عليكم، كلشي مزيان؟ كلشي بخير، نتمنى على الله يكون المغاربه والناس المسلمين كلشي بخير. انا كنت درت مع قنوات اخرى اللي كنتو شفتو لقاءات، لكن كان تشار انتباهي واحد السيد اللي هو في ضرب وعزه عنده شي حاله ديال السحر، واتصلت بالقناة باش اتصل به، ما جاني الجواب. اتصلت به أنا مباشرة قبل الدعوة ديالي، كيف ما شفتوا راه اتصلت قدامك الأخت. نعم. قبل الدعوة ديالي وقال لي إن شاء الله نهار الجمعة، وأنا ما كرهتش نديرها عبر المباشر، يعني نعالج الحالة عبر المباشر، يعني يكون داك الشيء على أرض الواقع إن شاء الله. حنا كنوعدوا المشاهدين أن غادي نتبعوا هذه الحالة ونصوروا معاك على المباشر كيفاش غادي تقدري تعاوني هذه الحالة هذه اللي هو مريض بالسحر. دابا نخليو هذه الحالة أباغ، غادي تشرحي لنا شنو هو الحال. بعدا نبداو شنو هو الحال؟ كيف ما قلت قبل ومازال نقول ماشي مشكل، الحال الحال ماشي كلمة هكاك غير جي قول الحال. الحال راه كيتزاد معاك،
والدرجات هو راه كاين اللي فيه الحال وما عارفش مسكين راسه، وكاين اللي فيه الحال من صغره، كاين اللي فيه الحال حتى كبر. دابا وريني بحال هذا اللي فيه الحال وما عارفش راسه بحالاش مثلا. يعني يقدر الانسان يكون مثلا كيوقع ليه شي حوايج غراب في حياته، علاش كيحس بالمساعده من طرف شي، كيقول لك انا حكر عندي الزهر، انا مثلا مشيت واحد الاداره وتقدر لي الامور بالزربه وما فهمتش انا كيفاش هذا الشيء. راه كيوقعوا هاد الحالات المغربيه بحال زعما عنده القبول، بحال عنده القبول. لا راه كاين سيدي جين في الخفاء كيساعدك، مش انا ما كنعممش ما كنقولش كل الحالات، ولكن حنا كنقولوا درجات. اللي فيه الحال وما عارفوش كيف ما شرحت لك بحال هكا، اللي فيه الحال وعارفو راه كيجي يوقفوا عليه. كاين اللي ما يوقفوا عليه كيحلم بهم في الحلم، ايوا غادي كيبانوا ليه. في الحلم كيبانوا ليه، كتوقف عليه مرا لابسه البيض مثلا ولا هذه، كتقول تعرفوا بنفسها. كاين اللي كتعرفوا بنفسها، كاين اللي مسكين ما عارفش بزاف ديال الحالات. هاد الحال ما جي وقول راه فيا الحال. الحال ماشي هو الشمعه، الحال ماشي هو سرح الكارطه وداكشي ديال الافعال الشيطانيه وبدا تحسب على قلت الله اكبر. شيخه سلطانه امتى بدا هادشي؟ من الصغر كيف ما قلت لكم، انا بداني على صغري، على ظلم تعرضت ليه في صغري. انا ما شوفي اختي، انا ما غاديش نبقى نعاود نفس القصه وغادي نكون كنكذب فيها. انا اضطريت انني ما نظهرش بوجه مكشوف، وعرفتي وما كارهاش انني نبان للعالم، فهمتي كيفاش، ولكن اضطريت على ود وليداتي، لان داك الشيء اللي عاودت على الماضي ديالي غادي يضر وليداتي في المجال الدراسي هذا اللي كان، فهمتي كيفاش. اما كيفاش بداني انا راه يمكن نعاود نقولها ماشي مشكل، بداني تظلمت في الحياه ديالي تعرضتي شي ظلم. ظلم من نهار تزاديت، فهمتي، وانا كنقولها وكنعاودها وكنعاود نتحدى العالم. كنقول لكم ان الجن تبناني، اللي جاتو غريبه ما كيهمنيش. شرحي لينا باش المشاهد يفهم اكثر كيفاش الجن تبناك. كيفاش الجن تبناني؟ ما عنديش الاب ديالي اول شيء، ما كنعرفوش. ثاني شيء الام كانت منشغله بامور اخرى، ما غاديش نقدر نذكرها. حليت عيني في خوتي اللي هما من امي، يعني والدها هما راجل اخر قبل مني، كيعاملوني بعنف، الواحد العنف اللي ما غتقدروش تصوروا. ما خصني لي حلقه باش نشرح لك المهم اشد انواع العنف. كيف ما قلت لك بديش كنشوف هادو اللي كيقولوا عليهم جنون وغير موجودين هما اللي ساعدوني. كيفاش المساعده في الخفاء كيف ما قلت لك قبيله، يعني بديش كنشوف شي امور كتيسر ليا، وبالليل كنحلم ان شي واحد كيجي كيقول لي راه ولا كيهدوز لي على راسي، ولا بحال الام ديالي هي ماشي كتشوفيهم على هيئه انسان، هيئه انسان لكن انسان غريب عليا، فهمتي، ماشي ما كيجينيش في صفات الام ديالي ولا شي واحد هكا اللي كنعرفو، ولا كيجيني شي واحد ما كنعرفوش، وفي وسط الحلم كنحس بالحنانة. يعني نقدروا نقولوا حلم وفي نفس الوقت بحال الحقيقه، كتحسي بهم كيحس اكزاكت كيقيسوك. كنحس بحال هكذا، كنقولوا الانسان تقاس هي هذه. لا كاين فرق، حيت ما عارفاش فكنبغي كاين التبني. التبني اللي غيجي لدابا، شوفي انا كيف ما قلت لك في البدايه ما كيهمنيش منين ما يقول لي بغا، داك الشيء راه كنحسو وكنعيشو انا، وعن دراسة وعن تجربة، يعني الاكسبيريونس من صغري راه لا إله إلا الله. كيف ما قلت تقاس هو كيبغي يقيس راسو. تقاس دخل للطواليط و أعزكم الله، ودار شي تصرف اللي ماشي هو،
لان الله سبحانه وتعالى والاحاديث ديال الرسول عاطين الحمايه. ضروري من ندخلو خصك تقول اللهم انا اعوذ بك من الخبث والخبائث، وكاينين ايات كتذكر وهذه، وكاين الناس اللي كتدخل وهي كتهضر في التليفون كاع ولا كتفرج في، يعني هذه شي حاجه اللي خايبه ما خصش بنادم يديرها. بيان سيغ كاين شي حاجه اللي ما خصهاش دار، ما خصهاش دار في السنه والقران. باش يجي واحد انا يقول لي مثلا انا راس قاسيت وما عرفتش هجم عليا الجنه، راه ما كيهجم على حد، ما كيادي حد الا ولو اداه الانسان صافي. قدر انا مثلا حيت الله سبحانه وتعالى عطينا حنا الليله سبات والنهار حنا راه كنعيشوا فيه عاديا، كذلك هم النهار سبات عندهم والليل هما ما تجيش تعدى الحرمه ديالهم، ولا على الاقل ما جاكش الناس شد واحد القنتشو. يعني ما خصناش نديرونجيوهم، كيكونوا ربما كيدوروا في جميع في كل بيت اختي فيه عمار. اي بيت خلينا اختي سلطانه دابا في ملي تبناوك بديتي كتحسي بحال شي واحد كيجي كيطبطب عليك او شي وحده، يعني بديتي بحال كتحسي كاين اب وام روحانيين اخرين ياك بحال هكذا؟ هذا ما كان وصافي. لي ديطاي. المهم كبرتي واش كنتي واعيه بداك الشيء اللي كان كيصرى لك ولا كنتي ما عارفاش؟ لا بروميير فوا ما كان كيجيني داك الشيء غريب، بحال كنقول غير الحنان اللي انا مفتقده في الوالدين لربما انا اثر عليا نفسيا وبديت كنعس وكنحلم ان راه حيت انا مفتقده داك الشيء راه بديت كنحس به، لكن اكتشف انا غادي كنكبر وداك الشيء كيبدا كيبان ليا مباشره، فهمتي؟ بقيت كنحلم به. كيبانوا لك تيدويو معاك؟ شوفي انا نجيك صريحه، الشيء اللي قال لك كيبان لي الجن كندوي معاه من هذا المنبر وبهذه اللغه ديالنا باش نفهموها كاملين، نقول لي الله ينزل عليك النعله، حيت الجن ما كيبانش بالهيئه ديال كيتجسد وفي جسد، ولا بغى يدوي معاك مثلا وكنتي وصلتي لديك المرحله ديال انك صافي تعرفتي على الجن وتقربتي منه تقدري تسمعي الصوت ولا غير. يعني دابا كيفاش تفسري لي دابا بعض الرقيات كيكونوا كيديروا الرقيه لبعض الناس وكيقول لك حقا رانا تندوي مع الجن اللي ساكن في هذا الانسان، واش بصح هذه ولا كتضحكي؟ ولكن بغينا نعرفوا الحقيقه. شوفي كنت قلت قبل هضرنا على المواضيع ديال الرقات وسالينا وما بغيتش نطلع، رغم ان المنابر الاعلاميه كامله كتتصل باش نعاود ندير لقاء على الرقات هذي اللي كاين قلناه. لا نوضحوا باش نوضحوا للمشاهد ديال الاشواق. ماشي مشكل ماشي مشكل. شوفي انا كنقول لك الراقي المتمكن اللي حامل كتاب الله سبحانه وتعالى ما كيظهرش في الخفاء. على سبيل المثال مثلا انا حدايا واحد الراقي ما معروفش على، انا حدايا في الحومة عندي ما معروفش على الصعيد الاعلامي وهذه، ولكن راقي عن جدارة واستحقاق اختي. علاش انا غندير قناة ونبدا نقول فيها خليها غير الممالين مثلا؟ انا اللي درتها راه جات معايا، غيبغيو الناس كاينين الناس الحال اللي غيبغيو يعرفوا. دابا شنو الفرق بينك وبين هذاك الراقي اللي قلتي دابا عندك في الحومه وهو كيقدر يداوي الناس وانتي كتقدري تداوي الناس؟ شوفي دابا باش خليني انا في بلاصه المشاهد، هذاك غيقول لك يداويه بالقران، انت باش كداويه؟ شوفي كاينين شي حالات اللي مثلا انا راه صريحه وغنبقى بغينا الصراحه. شوفي انا راه صريحه وغنبقى معروفه بالصراحه ديالي الى يوم ياخذ الله الروح، ياك؟ وغادي تبقاو تذكروا لا 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 بقيتوا من ورايا ولا هذا، غتبقى تذكروا نفس الكلام. كاينين حالات اللي كتصعصع عليا انا وكنهديها، ماشي كنهديها كنعطيها لراقي كتاورينتيها تتوجيها لذاك اللي هو متمكن. ماشي راقي اللي غادي يكذب عليا انا ويجي يطيح لي الكاريير ونتحشم مع الناس، واحد الحالة اللي هي مستعصية عليا مستعصية عليا. الحالة اللي يكون مستعصين عليا شنو هما؟ كيكون واحد الجن اللي هو ما غاديش يقدر مثلا يستجب لك من غير القرآن الكريم واللي حامل كتاب الله. وعلى سبيل الذكر انا راه قلت ماشي انا حاملة لكتاب الله،
وما عنديش درايه فيه بزاف. مي يعني انت دابا كتستعني بالجن ولكن ماشي بالطريقه ديال القران والرقعه. نهائيا انا شيخه روحانيه، انا معالجه روحانيه، انا والزوج ديالي معالجه روحانيين لا غير. دابا نتوما كتعالجوا السحر او الجن بجن اخر، بحال دابا مثلا الى على حسب ما فهمت هذا الانسان فيه واحد الجني اكس، انت عندك جن ربما ايغريغ قوى منه كتصيفطيه. فوالا هادشي ياك، هذا مكان تقريبا هادشي اللي كاين ياك، هذا مكان كاين. كاين قلت لك بعض الحالات اللي كتستحق القران راه ما غاديش نجي نوجهها لواحد الراقي اللي هو كينصب على عباد الله وغنقول لها سيري عنده نهائيا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.